السلام عليكم. شاومي ريدمي نوت 12 آر الجديد، السعر والمواصفات يظهران في تسريبات أولية وجديدة. كشفت ريدمي العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي عن شاومي ريدمي نوت 12 آر برو في الصين في وقت سابق من هذا العام بمعالج سناب دراجون 4 الجيل الأول. وأكدت أحدث التقارير الآن أن الشركة ستطلق هاتفا جديدا يحمل اسم شاومي ريدمي نوت 12 آر، وهناك أنباء تقول على أنه هو الريدمي نوت 12 آر برو، وقد تم إدراج الهاتف في شينا أو شاينا تيليكوم بالمواصفات كاملة والصور والأسعار. مواصفات شاومي ريدمي نوت 12 آر: أصبح هاتف الشاومي ريدمي نوت 12 آر مدرج في شاينا تيليكوم برقم الموديل 230-76-RA 4BC، وتشير القائمة إلى أن الجهاز يحتوي على فتحة ثقب في المنتصف مع حواف سميكة، ويتميز بكاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر بصمات الأصابع. ووفقا للقائمة، يحتوي الشاومي ريدمي نوت 12 آر على شاشة بحجم 6-7 إنش بدقة فول اتش دي بلس، ويتم تشغيل الهاتف بمعالج سناب دراجون 4 الجيل الثاني من شركة كوالكوم، وسيكون أحد الهواتف الأولى التي حصلت على هذا المعالج، وسيأتي مزودا بذاكرة بما يصل إلى 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية. سيأتي الشاومي ريدمي نوت 12 آر بدعم بطاقة مايكرو اس دي لمساعدتك على توسيع مساحة التخزين حتى 1 ترابايت، وسيعمل الريدمي نوت 12 آر بنظام التشغيل اندرويد 13 وواجهة الميو اي 14. يحتوي الجهاز على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل وكاميرا خلفية مزدوجة تتألف من عدسة أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجا بيكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 22 واط. ألوان وسعر شاومي ريدمي نوت 12 آر: سيتم تقديم الشاومي ريدمي نوت 12 آر بثلاثة خيارات للألوان، الميد نايت بلاك والتايم بلو وسكاي فانتازي، وفيما يلي تفاصيل سعر الشاومي ريدمي نوت 12 آر: 4 جيجا بايت رام زائد 128 جيجا بايت في مساحة التخزين ب $153، يعني تقريبا 1500 درهم مغربي. وبالنسبة لنسخة 6 جيجا بايت رام و 128 جيجا بايت تخزين تأتي ب $167، يعني تقريبا 1800 درهم مغربي. ونسخة 8 جيجا بايت في الرام و 128 جيجا بايت في التخزين $222، أي 2250 درهم مغربي. وبالنسبة لنسخة 8 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت في التخزين بسعر $250، أي 2500 درهم مغربي. ما رأيك في هواتف الريدمي نوت أو هواتف الريدمي؟ شاركنا عبر التعليقات، ولا تنسى دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.